بالنسبة للنكسس 2K الأمن هو عينوها الفيكس فابريك اكستندر السويتش ده بدون عين هو دامي سويتش. ليه بنقول عليه دامي سويتش؟ لأن هو ملوش مش سويتش مستقل بذاته ما بيشتغلش ستاند ألون. ممكن أشبهه باللايت ويت أكسس بوينت. اللايت ويت أكسس بوينت بمانيج عن طريق الكنترولر ما بيشتغلش ستاند ألون. كذلك التوكي النكسس توكي مش بيشتغل ستاند ألون. بستخدمه أكتر اللي هو سويتش النكسس توكي بستخدمه أكتر في كتوب أوف ريك سويتش توب أوف ريك سويتش في الديزاين بتاع داتا سنتر اللي اسمه توب أوف ريك. في ديزاين لما كنا على ديزاين بتاع داتا سنتر قلنا في ديزاين اسمه توب أوف ريك لأن بحط فيه بحط سويتش في أعلى نقطة في كل ريك. فكذلك أنا ممكن أحط السويتش ده في أعلى نقطة في الريك في كل الراكات الموجودة في داتا سنتر وأجمع كل الكابلات اللي خارجة من السويتشات ديت على بيرنت سويتش. بيرنت سويتش زي مين؟ قلنا زي النكسس 5 كي أو النكسس 7 كي أو نكسس 9 كي. السويتشات ديت هشتغل كبيرنت سويتش وأمانج من خلالها النكسس 2 كي. تمام؟ يعني لو وزعت الفيكس سويتشز أو النكسس 2 كي سويتشز على الراكات في داتا سنتر وربطتهم كلهم ببيرنت سويتش هيبقى عندي إيه؟ هيبقى عندي سنجل بوينت أوف مانجمنت. تمام؟ طبعا ده هيقلل لي الهيدك وهيقلل لي عمليه ويخفف من عمليه المانجمنت على الراجل اللي بيمانج يعني الداتا سنتر لان مش هيحصل عندي مشكله السبانينج تري بروتوكول. تمام؟ لان كلهم في الاخر يعتبروا كانوا سويتش واحد بس.